سلام، سيري بحالك. سلام، السلام عليكم. السلام عليكم خوت. كما تشوف العنوان ديال هذا اللايف، بغيت نديرو نهار اليوم نهار كامل وما كانش عندي الوقت. الوقت والله ما كاين، يعني كنجري من هنا من ليه من ليه. المهم هذا اللايف درتو باش نهضر لكم على التحدي. عندي لكم تحدي ديال شهر 7 ان شاء الله، لان فسرنا البروغرام ديال الرياضي ديال 30 يوم. بزاف الناس كيسولوني على التحدي، على لونطريمون جديده، على لونطريمون جديده، علاش ما كنديرش اللايف. سو درت لكم التحدي ديال شهر 7، ولكن غنقسموه على 4. يعني كل سيمانه غنديروا واحد التحدي، نساليوه ان شاء الله نهار الاحد، ونهار الاثنين نبداو التحدي. التحدي غنخدمو كل نهار، لونطريمو كل نهار، ما كاينش الراحه، كل نهار. وقول لهذاك السيد اللي كيقول لك ما ترينيش كل نهار، راه خايب بالك، يجي يشوف صحتك من قبل، من بعد 30 يوم، من بعد فاش يخرج شهر 7. انا غنقول لكم التحدي من هنا 5 دقائق غير يدخلوا معنا الناس، وغنشرح لكم التحدي. بالنسبه للناس اللي ما غيمكن لهمش يكونوا دابا، انا معطل ما تقريبا، دابا انا عارف قال عندكم شي 12 الليل في المغرب ولا شي حاجه. بالنسبه للناس اللي ما يمكنش يشوفوا هذا اللايف، هذا غنحاول نحطوه في يوتيوب باش لفقتوا في الصباح تشوفوه. اسمحوا لي راني معطل، لان عندي كانوا عندي شي اشغال لونطريمون سبور. يلا دخل دابا عندنا تمنية العشيه. شكون يبغى مانجو؟ خمسة دقائق الخوت، وغنقول لكم على التحدي. غنديروه شهر 7 كامل، يعني شهر كامل كل نهار غنفيق الصباح عندي لكم فيديو كنديرو انا، حتى نتوما كذلك غديروه. وكل نهار فاش ديرو بغيتك تبوستيني ودير تاغ على البوست، ودير فيها فايت امين فايت تيم، هاشتاغ امين فايت تيم تشالنج. لا خليتك معايا 5 دقائق غنقول لك شنو التحدي. انا عارف عندكم الوقت مشى، خصكم تمشيو تنعسوا، ولكن خليكم معايا 5 دقائق. كي دايرين بعدا كلشي مزيان هانين. مغفلت، خصني احسن. التحدي يمكن اي واحد يديرو، يعني صغير كبير، راجل كبير راجل صغير، عندك مشكل في يديك ولا ما عندكش مشكل في يديك. حار تمرين واحد غنديروه يوميا مدة ديال 7 ايام، وغنبداو نهار 2 عاوتاني نبداو تحدي اخر، وغنديروا لمدة ديال 7 ايام. تيسالي شهر 7، فاش يسالي شهر 7 غنديروهم 4 بيهم في نهار واحد، وداك هو النهار اللي كان قاصح. ويلي ويلي، عرفتي شنو طاح لي دابا؟ الشاب خالد بشخ. كوم سي جيني ستيبا. سي مروان، السلام عليكم. الناس اللي بصات صيفط لي بغوني ندخلوا معايا في اللايف، راه ما نقدر ندخل معايا حتى واحد في اللايف، لان هذا ما دايروش باش ندخل معايا الناس في اللايف ولا شي حاجه، ديروا غير باش نعطيكم تحدي وغنمشي بالزربه. شحال وصلنا دابا؟ اوكي. التحدي الخوت هو كالتالي، اننا ان شاء الله قررت اننا غندير لكم لايف كل صباح فاش نفيق، اللي هي ما غتكونش شتو بعدكم الصباح، يمكن لك انت ديروه في الصباح، ماشي لابد انك تسنى حتى اللايف ديالي. المهم لا بغيتي ديروه معايا ماشي مشكل، انا كل نهار فاش غنفيق ان شاء الله مع 6 الصباح غندير لكم تشالنج، غندير انا تشالنج، يمكن لكم ديروه معايا ولا يمكن لك ديروا راسك تشالنج. كالتالي انك كل اسبوع غيكون عندنا غنديروا 4 الحركات. اول حركه اللي هي بوش اب، تمارين الضغط ولا التراكسيون. ثاني حركه اللي هي باربيز. الناس اللي بزاف كتفرج فيا راه كتعرف شنو هي باربيز. ثالث حركه اللي هي سكوات ويد لانجز. رابع حاجه اللي هي فلوتر كيكس،
يعني الناس اللي متبعاني راه عارفين شنو هما التسميات ديال هاد الحركات. انا غنحاول نخليهم لكم في الكومنت فاش نسال هاد الفيديو، لا في يوتيوب ولا هنا، نحاول نخلي لكم هاد التسميات هادي ونشرحهم لكم بالعربيه، ولا تقدر تجوجليهم. ولكن انا كل فيديو غادي تمشيو معايا بدقه بدقه، يعني كل فيديو غادي تشوفني ما غدورش. سو الحركات ما غنديروهمش كاملين، دابا قلت لكم 4 الحركات ما غنديروهمش كامله، كل سيمانه غنديرو وحده منهم، كل سيمانه غنديرو وحده منهم. قبل ما نبدا الحركات كيفاش التفاصيل ديالهم، ان هاد الخدمه هادي وهاد الحركات هادو مزيانين لك لصحتك، غيمكن لك تنقص بهم الوزن، ويمكن لك تبني بهم العضلات، تبني بهم العضلات. يعني الا بغيتي تبني العضلات طبيعيه بلا ما تهز ثقل، غتهز صحتك وغتبني العضلات من كي تنقولوا حنا من الجدر. اوكي سو نرجعوا للشرح، قلنا 4 الحركات. اول حركه اللي غنبداو بها ان شاء الله غدا، اللي هي اول نهار في شهر 7 غنبداو بها، هي الحركه ديال تمارين ديال الضغط، حركه ديال بوش ابس. اوكي اول حاجه الحركه ديال بوش ابس غنديروها 7 ايام، 7 ايام في السيمانه، يعني من غدا حتى نهار 7 في الشهر، من غدا حتى نهار 7 في الشهر، ماشي الاثنين لحد نو، نبداو بالتاريخ ديال الشهر، غدا واحد من 1 حتى 7 في الشهر. كيفاش غادي دير؟ عندك 4 الاوبشنز، واحد نو يا عندك 4 الاوبشنز، يعني عندك 4 الاختيارات. شنو هما الاختيارات؟ في بوش ابس تراكسيو بوحده سيمانه من هنا حتى 7 في الشهر، من غدا حتى 7 في الشهر غادي ديرها. عندك 4 الاختيارات. شنو هما 4 الاختيارات؟ انك يمكن لك دير 100، ولا يمكن لك دير 200، ولا يمكن لك دير 300، ولا يمكن لك دير 500. 100 200 300 500، يعني انا بغيتك انت تختار رقم، انت ولا انت اللي كتشوفي تختار رقم من هادو اللي تقدر ديرو. يعني لما قدرتي دير حتى حاجه غدير 100، غتقول لي او انا ما كنقدرش ندير 100 ديال التراكسيو، انا غنشرح لك وغتقدر ديرها. 100 تراكسيو ماشي لابد انك ديرها ستريت، يعني نيشان، يعني الا كنتي غتقدر دير 100 تراكسيو ستريت، انا بغيتك دير 500، لانك تقدر دير 500، لان دير الماكسيموم، ولكن اختار رقم اللي تقتنع به، وما غت يعني ما غاديش تجيف اب على راسك، يعني ما تخليش راسك تتساليه كل نهار لمده 7 ايام. انا غنختار 500 ديال التراكسيو. سو كل نهار غنوض من غدا ان شاء الله، كل نهار غنوض وغندير 500 ديال التراكسيو. كيفاش غنديرها؟ تقول لي او الحماق هذا هو ما يمكنش، وانا ما كندير حتى 10 مقادن. تعال اجي انا نشرح لك كل شيء. 500 ديال التراكسيو كل نهار مده ديال 7 ايام. اوكي كيفاش غادي دير لها؟ كل نهار بغيتك تنوض في الصباح بكري، الصباح بكري تهز معاك 5 لترات الماء، 5 لترات الماء، الا كان الوزن ديال اكثر من 60 كيلو بغيتي يكون معاك 5 لترات الماء، ولا لترات الماء بحال هذا قرعه الماء تشدها معاك، شرب قرعه الماء، دير اللي قدرتي عليه ديال التراكسيو، ولكن دير نظام ليها، دير نظام. انا قلت دابا مثلا ندير 500، غنوض الصباح مع 6 الصباح غندير 100، مع 10 غندير 100، مع 2 غندير 100، مع 4 غندير 100، قبل ما نمشي نعس غندير 100، هي 500 وغنوض كذلك. عافاك ما بغيتكش دير 500، انا كنتي ما كتديرش تراكسيو، ما مولفش كدير تراكسيو، ما مولفش كدير تمارين الضغط، بليز ما ديرش تراكسيو، دير اقل حاجه اللي هي 100، اقل حاجه اللي هي 100. غتنوض الصباح غدير 10 ولا 25، مع ما بين الغدا وما بين الغدا والفطور دير لك عاوتاني 25، مور الغدا دير لك 25، مع 4 د العشيه دير لك 25، بالليل دير لك 25، يعني ديرها وارتاح، حتى ديرها مقسمه على النهار كامل. غير هي باش ديرها راه غتقدر تنسى داك، بخصوص لك تي كديرها مقسمه غتقدر تنسى. سو بغيتك دير الارم، دير توقيت الساعه، حقق المكانه في تليفونك باش يفكرك، جلس دابا ودير ورقه وسير وقول دابا انا خصني عندي الوقت ان شاء الله مع 10، عندي الوقت مع 8، مع 9، ودير حقق المكانه، ودير التليفون ديالك باش يذكرك بالتوقيت اللي غدير فيه التراكسيو. اوكي غنديروها المده ديال 7 ايام وغادي تشوف واحد التغيير في الباري ديالك، ومن موراها غنزيدو على غنديرو حركه اخرى، من موراها غنديرو حركه اخرى، موراها غنديرو حركه اخرى ان شاء الله، من 1 حتى ل 31 في الشهر، حتى ل 31 ولا حتى ل 30 في شهر 7 ان شاء الله غادي نديرو هاد الحركات ب 4. سو بغيتك تختار اول حاجه رقم،
اما بغيتي دير 100 ولا 200 ولا 300 ولا 500، انا قلت لكم غنختار 500، انت اختار الرقم ديالك اللي تقدر عليه. بليز ما تتبعنيش، بليز ما تتبعنيش. واحد السؤال غيجيني امين البوني ديالي كضرني، مع انني يلا درت لكم ديك النهار علاش كضرك البوني ديالك تيك باكسرز، البوني ديالك تضرني ولا ما كنقدرش ندير تراكسيون قاده. انا شرحت لكم كاينين فيديوهات بزاف كيفاش دير تراكسيون، انا نعاود نقولها لك دابا. الا بغيتي دير تراكسيون عافاك ما تخليش الكود ديالك خارج على برا، لانك غتخرج على ظهرك. خلي الكود ديالك لداخل ودير تراكسيون. بالنسبه للبنات ولا الدراري اللي ما غيقدرش يدير تراكسيون بركبتو مهزوزه، حط ركبتك راه ماشي مشكل، راه بحال بحال. انا كنوعدك من هنا لاخرت السيمانه تولي تقدر ديرها برجلك مهزوزه، غير الكورد عندك ضعيف. الا كانت كضرك البوانيه في يديك، هاد البوانيات هادو كانوا كيضروك، حط الركبه ديالك. متفقين؟ الا كانت كضرك البوانيه خدم تراكسيو بالركبه محطوطه. كانت كضرك شي ما كتقدرش تهز ركبتك، حط ركابي ديالك في الارض ودير تراكسيو. اختار رقم دابا. بغيتك مور هاد اللايف هذا باش نسالي، بغيت نشوف منكم دابا كاين تقريبا 36 واحد. انا عارف هاد اللايف غنخليه الناس غتشوفوه في الصباح، تسمحوا لي انا ما قدرتش ندير لكم بكري باش الناس تشوفوا، الالاف الناس تشوفوا، لان كان عندي يعني لونطريمو الوقت كان مزير عندي شي شويه سو دابا يلا تسلقت. المهم غدا ان شاء الله غنبداو التشالنج ديالنا اللي هو تراكسيو. اختار رقم 100 ولا 200 ولا 300، غير بحاجه وحده ما ديرهاش عافاك، انك ما ديرش الكريدي، ما تمشي اليوم تخدم 90 تقول اه نسيت 10 وغدا غنخدم 110. لا ما ديرش هذيك القضيه، ما عمرك تخلي الخدمه اليوم الغدا، ما عمرك تخلي خدمه اليوم الغدا. وهنا غادي نعرف شحال من واحد منكم اللي كيسولني ديما على امين بغيت نتزاد، امين بغيت نزيد في الوزن، امين بغيت العضلات، امين بغيت نقص الشحمه. هنا غادي تشوف الباري ديالك التغيرات. راه كيما غادي نديرو تراكسيون غادي نديرو باربيز، سيمانه مورا سيمانه مورا غنديرو سكوات، سيمانه مورا غنديرو الكرش، وغنقول لك شحال في السيمانه كتخدم. غتقول لي شحال خدمتي وضرب داكشي كامل وشوف شحال في راسك شحال خدمتي ديال بوش اب في سيمانه وحده. اوكي المده ديال 7 ايام. هاد الشهر كامل ان شاء الله انا بغيت ندوزو معكم غير لونطريمو، ما غنديرو حتى حاجه اخرى، كل نهار غنترينو، لانني تيجوني بزاف الميساجات مع الناس يقولك امين راه ماشي مزيان تريني كل نهار. كنتي كذب عليك هاد الكذاب، راه ماشي مزيان تريني كل نهار. لا كنتي عداء، كنتي اتليت، كنتي لاعب مثلا بحال انا لاعب بروفيشنال، كنتريني 6 ايام في السيمانه وكنرتاح. ولكن قلت لك كنتريني 6 ايام في السيمانه، انا ما كنترينيش كانسان طبيعي. راه كنوض 7 الصباح كنجري تقريبا 12 كيلومتر، كنمشي نتريني ساعتين كنرجع ندير الكونديشنين ساعه اخرى، وكنمشي للدار وكنرجع للاصال بالليل وكندير نفس الخدمه 12 كيلومتر وكنضرب الساك يعني على الاقل كل نهار كنتريني 6 سوايع 5 سوايع. انا ما مزيانش ليا نتريني كل نهار، خصني ناخذ راحه. ولكن انت لك انسان عادي وبغيتي تغير من صحتك لونطريمو كل نهار ماشي عيب. انا كنعطيكم ديما راحه ماشي مشكل، ولكني هاد التشالنج هذا يمكن لك ديرو. انا هاد الخدمه دابا كامل لونطريمو اللي كنقول لك انا 5 سوايع كنديرها غنديرها، ومع ذلك غندير معكم هاد التشالنج هادي غير باش نشجعكم وتشجعوني ان شاء الله. دابا لا كتسمع فيا ولا كتسمعي فيا، اول حاجه نوضي في الصباح الا كنتي قررتي باش تبدا معايا ولا قررتي باش تبدا معانا، نوض في الصباح خد صويره سير للمرايه خد صويره لراسك. انا كنوعدك ان غتشوف تغيير في الباري ديالك. سير خد نوض الصباح سير للمرايه ولا دابا نيت البس غير الشورت وشوف تصويره، خد صويره لراسك وزر راسك تعبر وزر راسك وخد صويره راسك. بغيتك تتبع البرنامج الغذائي اللي كاين في يوتيوب، هنا نخلي لكم هذا الفيديو هذا نديرو في يوتيوب ونخلي لكم لينك. الناس اللي في انستغرام بغيتو داك البرنامج الغذائي صيفطوا لي ميساج نصيفطوا لكم، ولا اغلبيه ديالكم رشوه برنامج غذائي تبعو ودير معايا هذا البروغرام. اعطيني شهر 7 وغتشوف تغيير في الباري ديالك. ما درتي والو، درتي 4 الحركات، ما كتجري ما كدير حتى حاجه، 4 الحركات غتشوف تغيير خيالي. ولكن بغيتك تكون صريح مع راسك، صريح مع راسك ماشي معايا انا، ما عندي انا ندير حتى نضرش مع الدراري الصغار والبنات الصغار، يعني صريح مع راسك وتختار شحال الرقم اللي تقدر دير 20 ولا امين 100 ولا 200 ولا 300. علاش قلنا 100 هي اقل حاجه؟ لان الانسان اللي ماشي رياضي اللي ما يقدر يدير حتى حاجه تقدر دير 100 تراكسيون. انا كمدرب يعني كنقول لك انا انك انت لك انت ماشي رياضي ما كدير حتى رياضه ما عمرك درتي تراكسيون تقدر دير 100 في النهار لا فرقتيها.
كل ساعتين دير 10، كل ساعه ندير 10، كل تقدر دير اكثر، ولكن اقل حاجه لك يعني كي تنقولوا حنا خارج ما تدير حتى حاجه ما تقدرش تحرك تقدر دير 100. متفاهمين ياك موما الخوت؟ هذا هو التحدي ديالنا، غنبداو ان شاء الله. هذا درتو على ودكم التحدي، يعني لان الناس بزاف رجعوا تيقول لي امين درنا شي بروغرام جديد، امين درنا شي بروغرام جديد. سو انا بغيت نشوفكم لك كنتو بغيتو ديروا بروغرام جديد ديال بصح وبغيتو ترينو ديال بصح، انا درت لكم التحدي خصيصا على ودكم. غادي نسميوه باري ترانسفورميشن، ما بغاش يخرج ليا التسميه، ما بغاش يخرج ليا باري ترانسفورميشن. ان شاء الله فيما دير التحدي بغيت كيفاش تسالي، اما تريكوردي راسك تدير بوش ابس فهاد السيمانه هذه، لان هاد السيمانه غنركزوا على التراكسيون اللي هي بوش ابس. اما تريكوردي راسك تدير بوش ابس ولا دير اي حاجه، ولا هاشتاغ ولا في ستوري بغيتك تاغي امين فايت تيم تشالنج، امين فايت تيم تشالنج، يعني السميه ديال اليوتيوب امين فايت تيم تشالنج، وتاغيني معاك وانا غنشري في الانستغرام ديالي. كذلك الناس كتسمعوني في يوتيوب، لان هذا الفيديو دابا غادي نهزو من هنا وغنمشي نحطو في يوتيوب وفي الانستغرام ليكم الخوت كاملين. يلا الخوت ما نطولش عليكم، اللي عنده شي سؤال صافتك، عندك شي سؤال على هاد، عندك شي سؤال على هاد السيمانه هادي ديال تراكسيون، شي سؤال كضرك شي حاجه مشكوك في عندك شي حاجه صيفط ليا دابا نجاوب عليكم، نعطيكم 5 دقائق اللي عنده شي سؤال باش نقدر نجاوب عليه. يلا 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 الخوت، يلا ناكل المانجو ديالي. عرفتي فاش مشيت تايلاند كنت كنسالي كنتريني كناكل المانجو في لونطريمو، دابا تبليت بي وليت كل نهار فاش نسالي لونطريمو خصني ناكل المانجو. نشوف واش كاين شي سؤال نجاوب عليه ولا دارلينغ. توحشناك، الله يحفظك خويا. الله يحفظك خويا سليم كبور كرخربوش، الله يحفظك خوت. جيب ليا ما عند حتى واحد هنا شي سؤال. اوكي خويا، اوكي 300 300، اوكي امين تبارك الله عليك خوكي. اوكي اوكي ما تعقش ما تعقش، انا ما بغيتش تعقز. عافاك اللي عنده شي سؤال يسولني سؤال على هاد التحدي اللي انا داير معاكم، وعلى هاد البرنامج اللي غندير معاكم ان شاء الله ديال شهر 7. عافاكم ما تسولنيش اسئله اخرى لان ما عندناش الوقت وما بغيناش نطولوا في هاد الفيديو بليز. ولا لا قدرتي تصيفط لي السؤال ديالك في ديال الاسئله باش نجاوبوا عليها، انا نحاول نقرا السؤال باش كلشي يسمعوا. خويا سلام خويا، شنو هو هاد النظام الغذائي او واش هادشي حتى البنات؟ هيند هيند يا اختي، نظام غذائي كاين عندي في يوتيوب، راني داير نظام غذائي درتو لكم شي شهر هادي معاه، ودرت لكم واحد الفيديو اخر فيه التطبيقات اللي يمكن لك يساعدوك في الرياضه ديالك، شنو كتاكلي باش تعبري السعرات الحراريه وداك الشيء. لا بغيتي النظام الغذائي بليز صيفط ليا ميساج، هاي صيفط لي النظام الغذائي نصيفطو لاختي فاش نسالي. اوكي اما الناس مشاركين معايا راه كيعرفوا. السؤال الثاني خويا، انا ملي وبالنسبه لك هند ان واحد الحاجه قلتي واش هادشي حتى البنات؟ يا هادشي حتى البنات، بنات دراري الوالده الوالد اي واحد يقدر يديرو، ثقي بيا تنقول لك اقل حاجه اقل حاجه 100 ديال التراكسيو اي واحد يقدر يديرها، وانا عطيتك الحلول. يعني يمكن لك ديريها تحطي ركابك في الارض وديريها، ولا ديرها لا عندك البونيه تضروك بليز ما تفورسيش عليهم، حط ركابك في الارض وديرها. لا عندك البونيه تضروك، انا كنقول لك من هنا وكنعاودها، لا عندك البونيه كيضروك حط ركابك في الارض ودير تراكسيو، غير تاكد انك ديرها بظهرك مسرح. لا بغيتي تشوف واحد الفيديو راه كاين عندي واحد الفيديو في يوتيوب كنشرح فيه الطريقه الصحيحه كيفاش دير بوش ابس ما ديرهاش بظهرك خارج. اوكي وانا غدا ان شاء الله اول فيديو اللي غنحط لكم، الفيديو اللي غنحط لكم غدا ان شاء الله غنشرح لكم الطريقه كيفاش ديرها، وعاد ندير لكم فيديو غنحاول نسجلو مع 6 مع ديك العشرة نحطو، يعني مع ديك جويد الوحده جوج الليل اجوج العشيه ديالكم نحطو لكم في يوتيوب ونقدر نديرو لايف. اوكي الخوت اسامه هنا، شنو السؤال اخويا؟ انا ملي كنتراكسي كيضروني كتافي، كنتمنى تجاوبني وتحيه لك خويا. لا كيضروك كتافك، لان هادشي علاش كيضروك كتافك؟ لان دابا كنشرحوا انك طريقه باش كنتي كدير تراكسيو شحال هادي طريقه غلطه، يعني داكشي علاش فاش درت واحد النهار على واحد الفيديو كيفاش دير تراكسيون الناس بزاف ديال لا راه هذيك تخدم الدار، نو كاينه طريق اخرين باش تخدم الدار الكتاف الصدر، ولكن تراكسيون خصك ديما ديرها بحال هكا.
الكود ديالك لداخل ما يكونوش على برا بحال هكا. كاينين شي طرق اخرين يعني الا كتخرج يديك خصك تحرك رجليك فواحد الطريقه اخرى. هاو تو يوز ذا ما عرفش منير 300 ولا 200 انت قول السيطاعه ديالك منير انت تختار 300 ولا 200 يعني انا ما غنقول لك شحال خصك دير انت تختار اختار الجهد. قلت لكم اقل حاجه هي 100 ثاني حاجه هي 200 ولا 300 ولا 500. انا كحلي انني انا رياضي كنتريني كل نهار غندير 500 500 في النهار المده ديال 7 ايام. انت بغيتك تختار رقم وديرو يعني ما تختارش شي رقم باش تشالنجي راسك اختار رقم اللي تقدر عليه. قلت لك اقل حاجه لك تي ماشي رياضي كاع تقدر دير 100 ولكن غنديروها مقسمه. اجين الا ما تفرجتيش في هذا الفيديو من البدايه عافاك ما تمشيش تفرج غير في الاخر وتسمع وتمشي تطبق. عاود هذا الفيديو من البدايه باش تشوف التفاصيل كيفاش شرحت لكم كيفاش هذا التشالنج غيكون وشنو جاي من بعد هذه السيمانه وشنو جاي من السيمانه الاخرى يعني من 1 حتى 7 ومن 7 حتى 14 ومن 14 فاهمين. يلا محسن هاي برادر ام 30 years old and I want to do Muay Thai fight. Do you think there is still time to become a champion? خويا اسامه انا نجاوبكم ولكن بليز خوت ما تسولونيش على شي اسئله لان هاد اللايف هذا ما دايروش باش نجاوب على اسئله اخرين دايرو غير باش نجاوب على التحدي هذا على التشالنج اللي درت لكم. ياس اخويا يمكن لك توصل اي حاجه يمكن لك توصل اي حاجه العمر غير رقم. سعافكم اللي عنده شي سؤال على التحدي ديالنا اللي غيبدا غدا سولوني باش نقدر نجاوبكم عليه بليز لان ما بغيناش نديرو هاد الفيديو طويل بزاف. السلام خويا كيبقى سلام خويا امين بغيت نفتح لي كار ما فهمتش هذاك واش عندي واش عادي نجري وما ما فهمتش ميسكيلاسيو الكيك بوكسين كيفاش تحافظ على الميسكيل. ما قلت لكم ما نحاول ما غنجاوبكش على الاسئله الخوت اللي ما متعلقاش بهذا البروغرام اللي درت باش من لان عندي الاسئله اخرى اللي مهمه بغيت نجاوبهم. مرحبا اختي هناد سلام خويا كيبقى هاد النظام غذائي النظام غذائي اللي عندي في يوتيوب اللي كاين في يوتيوب كيزيد الوزن وكينقص الوزن. يعني الا بغيتي تزيد الوزن تاخذ كميه كبيره راه كاين الشرح بالتفاصيل شنو هو البروتين شنو هو الكارب شنو هو شنو هو يعني الفيديو تقريبا فيه نص ساعه. الا خديتي ورقه وستيلو وجلستي مع الفيديو غتعرف شنو هو البروتين. يعني الا بغيتي تزيد في الوزن انا قلتها لكم في الفيديو انك تاخذ كميه كثيره من البروتين وتاخذ البلايت كبير. مثلا انا كناكل هالطاسه هذه ديال المانجو انت تاكل جوج. لا بغيتي تزيد في الوزن بغيتي تنقص في الوزن كل بحال الطاسه هذه ولا صغر منها تفهمين. ولكن الماء ضروري ضروري والنعاس. رضا بول ابس 200 بوش ابس مزيانه. رضا خويا انا بغيتك دير معايا غير التحدي ديالي ما غنطلبك دير حتى شي حاجه اخرى. بغيتي دير بول ابس انت هذاك شغلك هذاك تقدر دير اي حاجه بغيتي. انا اللي غنطلب منك انك دير معايا التشالنج ولا التحدي ولا النظام ولا البروغرام اللي داير انا بادي انا غدا اللي هو ديال بوش ابس ان شاء الله المده ديال اسبوع المده ديال سيمانه اللي قلتي انت بغيتي دير 250. لا ما بغيتكش دير نص. قلتي بغيتي دير 250 لا ما بغيتكش دير 250 بغيتك دير اما 200 ولا 300 سو اختار اما 200 ولا 300 ولا 100 اما 100 200 300 ولا 500 500 يعني خصك تكون بزاف انك اتلاريك. اسم القناه ديال في يوتيوب هناد القناه في يوتيوب سميتها امين فايت تيم ولا تقدري ديري سميتي وكنيتي راها كاينه في انستغرام ولا تقدري تمشي اللينك في انستغرام وتبركي عليه ولا تقدري ديري غير بالا فريخ يطلعوا لك فيديوهات ديالي كيك بوكسين وميسكيلاسيون. ام سوري خويا انس ما نقدرش نجاوبك لان قلت لكم بغيت الاسئله على البروغرام. اوكي برو اوكي 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 سلام خويا امين واش تراكسيو كل نهار في ظرف اسبوع. يس خويا سلام خويا امين واش تراكسيو كل نهار في ظرف اسبوع. يس تراكسيو غادي نديروها كل نهار المده ديال اسبوع ماشي 6 ايام 7 ايام. فاش غتسالي 7 ايام غندير لكم هذا اللايف هذا عاوتاني لايف بحال هذا وغنقول لكم الخدمه اللي جايه من موراها.
ان شاء الله الخدمه اللي جايه من موراها. وعاوتاني غنديروها المده ديال 7 ايام وغتسالي 7 ايام ونقول لكم الخدمه اللي جايه موراها غنديروا شهر ديال الخدمه، يعني 4 سيمانات. وفاش ساليو 4 سيمانات غنشدوا دوك الخدمات كاملين اللي درنا بالارقام اللي اختاريتي انت تخدم، مثلا 200 ولا مثلا 100 ولا 200 ولا 300، وبغيتك ديرهم غنديرهم في فيديو واحد، غندير لكم واحد اللايف وكنا غنديرهم ان شاء الله في فيديو واحد اوكي غنجمعهم، ولكن هذاك حتى الاخر ديال شهر 7. ريدا بوش ابس 200 بوش ابس ريدا مزيانه تبارك الله عليك، نشوفك غدا تصيفط لي الفيديو ولا تاكيني فيه. لا كدير ات اوكي 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 يلا الخوت بان لي ما كاينه شي حاجه بلاتي نشوف هنا بالزربه. كيفاش طلع النيفو في السفل؟ اسمح لي يا خويا ما غنقدرش نجاوبك لان انا بغيت نجاوب على الناس اللي عندهم مشكل اللي عندهم اغراض. منير 300 ولا 200 هذاك الشغل ديالك اخويا منير. اوكي الخوت ما بان لي حتى شي ميساج هنا متعلق بالبرنامج ديال غدا. لا الا دخلتي معنا ما عرفتيش علاش كنهضروا، انا نخلي لكم هذا الفيديو في ستوري ولا سير اليوتيوب غتشوف فيديو كامل. بيس الخوت، كنحبكم في الله، معكم خوكم امين. يلا الخدمه 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 الخدمه، نشوفكم ان شاء الله غدا غنحط لكم اللايف وحنا كنديروا 500 ديال التراكسيون. بيس لاف. لا خدمتي لا بغيتي دير معايا هذا البرنامج كما الناس شفتوا فاش كدرت البرنامج ديال 30 يوم الناس نقصت الوزن، الناس زادت في الوزن، الناس ولات عندها لي زابدو، راه ما غندير لك شي برنامج راه باش نطلع ولا راه ما باغي لا نطلع لا نهبط، راه باغي نبقى انا. هادشي كامل كنديرو على ودكم باش نساعدكم. كما شفتوا دوك الناس راه تقريبا 20 واحد اللي داروا معايا البروغرام اللي داز كلهم حسوا بتغيير، كلهم داكشي علاش كنحط ستوريات ديالهم كل مره، كلهم حسوا بتغيير، ها اللي نقص الوزن، ها اللي زاد في الوزن، ها اللي ولا عنده لي زابدو. يعني حتى نتوما غتبعوا معايا هاد البرنامج عندكم فائده كثيره، تقدر تزيد في الوزن ولا تنقص في الوزن الا بغيتي، والعضلات غيولي الكور ديالك غتولي الباري ديالك قاصحه، يعني كي تنقول غتولي مدكس. اخوك من الجزائر تبارك الله على الناس الجزائر، الله يبارك فيك اخي. خويا امين دابا الا كنتي كتراكسي بلا ما دير حركه واش كيدر؟ ما فهمتش اسامه، صيفط لي اخويا السؤال ديالك في ميساج الا كان عندك شي حاجه ونجاوبك عليها. خوك من الجزائر مرحبا بك. يلا اخويا اكس كريم، غدا ان شاء الله غنحاول ندير لايف مع ديك السبعه، مع ديك السبعه الصباح، مع السبعه الصباح ديالنا في امريكان، ما عرفتش ليا شحال في المغرب، واقيلا 12 ولا 2، المهم غيبقى في يوتيوب. انا غير فاش غندير لايف فاش غادي تشوفوني كندير 500 ديال التراكسيو، غادي نحاولوا نديروا ستريت ديال 500 ديال التراكسيو، غيكونوا معايا حتى التلاميذ ديالي كيترينوا معايا اربعه ولا ثلاثه غدا، ما عرفتش شحال واحد يجي، غنتريني وغنجريو 12 كيلومتر وغنديروا الخدمه ديالنا كامله وغنشدهم وغنخليهم حتى هما يديروا معايا، لانهم مادام كيلعبوا مادام اتليتس لعابه غيقدروا يديروا هاد الخدمه هما. اوكي يلا الخوت ما نطولوش، انا اخوكم من تونس تبارك الله الناس تونس. يلا الخوت السلام عليكم، نشوفكم فيديو جديد ان شاء الله. من هنا 7 ايام غنبقاو الابديت كل نهار ديما في ستوري، اليوم راه ما حتاجش لكم ستوري بزاف، راه كنت مشغول بلونطريمون كندرب الناس. نشوفكم ان شاء الله في غدا ان شاء الله مع الصباح. بيس لاف، كنحبكم في الله. تاغيو دابا، تاغيو دابا امين فايت تيم بوش اب تشالنج، شحال غدير 200 ولا 300 وصيفطها ليا في ستوري. يلا بيس لاف، ما تنساش صور راسك باش تشوف التغيير. يلا كنحبكم في الله، السلام عليكم.